السلام عليكم حبيبي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذه النهارات الناس راح تكذب تكذب مليار. كاين اللي يقول لك زيادة عدد المشتركين في 3 ايام، كاين اللي يقول لك اجمع المال، كاين ويكذبوا على الناس والناس راح تصدق فيهم. هذه لا الشيء اللي راهم يقولوا فيه قاعدين كذب وعيب عليهم. وكيما هذا قال لك $300 فور فري، برك باش تدخل الفيديو تشوفوه. زيدوا نشوفوا، راه الناس قاع تكذب. اربح 80 يوميا من تطبيق، 80 دولار راك ما تحتاج قاع اليوتيوب في النهار. والله ما تديها 80 في النهار الا اذا كنت تحتال على الناس. دوكا نزيدو نشوفو، نلقاو الناس قاع 400 ساعة هو يربح وانت ماكش تربح. او كنزيدو نشوف، انا كاين 50 باي بال، وهذا يكون من الفيديوهات سور فيديوهات او تنزيل تطبيقات، ومش راح تدي $50. $100، $100 روح بس سمو الفيسبوك اليوتيوب تاعك، ما كان لا دير يوتيوب قاعتينا. وزيد هندي كون جا قاوري نقول لك بالك شي يحتاج اكثر، هندي معناه $100 راح تصرف له كيما احنا جزائريين. هذا ثاني ايرماني، اكتب برك ايرماني وشوف الكذب. والناس جاهلة وراها تتبع فيهم، الناس جاهلة وانا راني وراهم. وإلا حبيت تغلق القناة معليش، ماني خاسر والو انا، صحيح الكذب ما نشتيهش يعني. get باي بال $8. وهذه الحيلة تاع الرقاد ويدير المبلغ باش يكون الفيديو تاعو اكثر تشويق. قاع هازين الدراهم وي باش يربحوا على ظهرك برك. قاعدين يكذبوا والنساء ولاو يسوقوا في سلعتهم. احنا على بالي بلي جماعتي انا مش راحين يربحوا ويبقوا كيما هاك، مالغري راهم يقولوا في الصح، على الرغم بانهم يقولون في الصح لكنهم لن يربحون اي شيء. انا خاسر والو انا ثاني. يجي تلقاهم راهم مليانين، ما كان له تصدقهم. تاع اللي يقول لك اربح $1000، اللي يقول لك كيف تحصل على 1000 مشاهدة في اليوم، ما كاش منها. ولا كاين منها طريقة غير شرعية وراحين يحبسوا لك لاشين تاعك. او كاين تطبيق، كاين تطبيق بصح يعطي لك 42 مشترك في النهار فقط. هذا التطبيق ذكي، يعطي لك 42، لانه لو عطى لك اكثر يعني راح اليوتيوب في روحه يعرف باللي راك تكذب او تستخدم بطريقه احتياليه، وراح يعرف على اللي سموه التطبيق وراح يطالب باغلاق التطبيق وكذلك باغلاق قناتك. هذه الطريقه الوحيده. التطبيق الى حبيتوه راح نذكركم، مش مشكل في الفيديو الجاي ان شاء الله نذكركم ونشرح لكم مليح. خوتي تصبحوا على خير، وان شاء الله ما تكونوش اغبياء لهذوك الدرجه، لخاطر انا كنت غبي صراحه، كنت غبي وكنت نصدق، لكن ظهروا كامل يكذبوا.